أزمة اقتصادية تعصف بالجميع، وتكرار حظر التجوال زادها تعقيدا، فقلة المردود المالي ومطالبة أصحاب الملك باستيفاء الإيجار لهم أثقل كاهل أصحاب الدخل المحدود. لذلك يتوسم المواطن إلغاء الحظر والتعايش مع الوباء من أجل ديمومة العمل وعودة الحياة تدريجيا. من ينزلون من عدد التجوال كان يترجون من اصحاب المحلات وما ينزلون اسعار، يعني الايجارات نص ياخذون. هاي الفتره لا قاموا لا ما ينزلون هذا الكليشه، اصحاب المحلات قاموا ياخذوا يطالبون بالايجار كامل. فالشغل ماكو تعبان، هي بس مو هاي الفتره، هاي اليومين راح احنا راح نقعد 10 ايام، يجوز بعد 10 ايام، فهي شويه صعبه علينا شويه. لو نتعايش شويه المرض احسن، لان ما به فايده. يعني احنا وين كنا قبل؟ كنا 40 يطلع، هسه ما صار 100، فوق 100، ومن اعتجوال هم موجود. أصحاب الأجور اليومية من الكسبة اشتكوا من سلبيات حظر التجوال، وأهمها قطع أرزاقهم، خصوصا أنهم يعيشون على مردود يومي، وكونهم أصحاب عوائل أو أن يكون هذا العامل هو المعيل الوحيد لأسرته. والله حظر التجوال يعني دمرنا به. أنا بالنسبة لي أشتغل المطعم يومي 10,000 دينار ومدى تكفي، يعني 10,000 دينار مدى تكفي، ويوم حضرت جوال ويوم مفتوح وعلى هاي الوضع. والبارحة والله يعني خاصة الطبيب والمستشفي وهذا، البارحة متمرضة تقيل الإشارة على الأطباء 100,000 والله حطيت، وش اسمه يعني، وإحنا عمالة، ولو ما حضرت جوال شوية يعني أثر علينا. مطالبات برفع الحظر خصوصا في فترة العيد، كون هذه الفترة متنفس مهم لأصحاب الدخل المحدود لإنعاش دخلهم ولحفظ كرامتهم والابتعاد عن الفقر. سعد السلطان، قناة التغيير، كركوك.